بكم دايما في الناس الحلوه. اهلا بكم. بس بقى اكلمكم عن موضوع مهم جدا. كلنا متابعين الفتره الاخيره حاله التعصب في الشارع الكروي اللي بدات تزيد جدا، صح؟ انا راجل اهلاوي مش متعصب خالص. وفي ناس زملكاويه قاعدين معانا حلوين خالص منورين، وفي ناس بتشجع الاسماعيلي، وفي ناس بتشجع فرق كتيره في مصر. اللي لافت للنظر يا جماعه، انا بتفرج على الكوره من سنه 78 من ماتش الاهلي والزمالك في كاس مصر اللي احنا الاهلي كسب فيه 4-2. ده ملوش دلاله على حاجه، لكن انا بقول لكم ان من زمان قوي بتفرج على الكوره. اعز اصدقائي في الحياه زملكاوي، يعني اعز 2 اصدقاء واكتر ناس بحبهم في حياتي بالصدفه طلعوا زملكاوي. كويس كويس جدا. اللافت لنظري انه في المرحله الاخيره من الحياه، في الثلاث اربع خمس عشر سنين الاخيره، نبره التعصب والتوتر في الكوره بتزيد جدا، والانفعال بيزيد جدا. ده بيخلي الناحيه النفسيه عند الناس تدخل في اتجاه خطر جدا. ايه هو؟ انك تتحول الى متعصب، طبيعه سيكولوجيه معينه تسيطر عليك، طبيعه المتعصبين. طبيعه المتعصب ده طبيعه خطيره جدا، لانك انت تدريجيا هتلاقي نفسك مش بتتعصب بس لانك انت اهلاوي او لانك انت زملكاوي، لا، التعصب هياخد منحى اخر كمان. هتتعصب لانك انت من الطبقه المتوسطه، فتتعصب تدي الاغنياء اللي ربنا فتح عليهم شويه. وكل ما تشوف حد ساعة عربية شكلها شيك أو قاعد في بيت شكله شيك، أنت هترى إنه أكيد حرامي. أكيد. وبرضه اللي برضه يعني بيشتغل شغلانة كويسة وعنده عربية أو راجل أساساً ظروف الحياة والقدر أعطاه من الإمكانيات المالية حاجة كويسة، وشاف حد أقل ساكن في حتة شعبية، تعامل مع حد ما عندوش الإمكانيات المالية، هو برضه هيتعصب ضده. يرى إنه أقل. يرى انه اكيد في حاجه دونه، حاجه مخلياه ملعون بانه اقل في الناحيه الماليه، ملعون بانه مش ساكن في كومباوند، ملعون انه ساكن في حته غلبانه، ملعون انه ما عندوش تكييف، او انه ما عندوش يخت، ما عندوش بيتش باجي، ده ملعون. كمان ده متعصب. على فكره كلنا بنبص لبعض دلوقتي بالطريقه دي، وده معناه ان في خلل كبير في المجتمع. ده سببه، ده شكل من اشكال التعصب، شكل من اشكال انك شايف ان اللي غيرك ده وصل للي هو فيه نتيجه شيء غلط. فانت ترى مثلا انه فلان الفلاني اللي مثلا فرحان بانه عنده عربيات كتيره، ده شايفه اكيد بيدعي النعمه، او بمعنى اصح محدث نعمه، صح؟ انت بتفكر كده وده غلط. وهو ممكن جدا برضه يكون بيفكر انه عرضه او استعراضه لهذه النعم دلاله على التفوق العبقري اللي هو فيه، وانه اكيد عقله وموهبته وذكائه هو اللي اداله فرصه انه يكون عنده الحاجات دي، وده برضه غلط. لا انت بتفكر صح ولا هو بيفكر صح. ولا على فكره برضه اللي ربنا فتح عليه شويه ده وحش، ولا اللي ربنا ما فتحش عليه قوي في الفلوس بس يمكن فتح عليه في حاجات تانية وحش. كل واحد واخد نعمه. لكن احنا اللي تعصبنا للشيء، احنا اللي بقينا متعصبين ان لما تقابل واحد من بلدك فتبقى انت بتحبيله اكتر، ولما تقابل واحد من كليتك فتبقى متحمس له اكتر. احنا اللي بقينا نتخانق، بتوع القصر العيني بقوا شايفين نفسهم اعلى من بتوع عين شمس، وبتوع عين شمس شايفين ان هم اكتر شطاره من بتوع الازهر، والازهر شايفين ان هم اكتر اجتهاد واكتر حفظ واكتر قوه واكتر عمليه من بتوع عين شمس، وكلهم شايفين ان هم اقوى من بتوع الاقاليم، وبتوع الاقاليم شايفين ان هم مظلومين وان بتوع القاهره واخدين حقهم. انا بكلمكم على واقع التعصب في كل حاجه دلوقتي. والمساله بدات ايه؟ انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ انت مسلم ولا مسيحي؟ التعصب بقى كارثه. بقيت انظر لك على اساس انت مكتوب في الاي دي بتاعك ايه، مش انت ايه اساسا. انت انسان بقى ولا مش انسان؟ انت عندك ضمير ولا ما عندكش ضمير؟ انت ماشي على اسس علميه في شغلك ولا ماشي على اسس الجهل؟
انت راجل بتشجع الوسطة ولا راجل بتشجع الاجتهاد والعلم؟ انت راجل عايز مصر تتقدم وحابب وطنك ولا راجل كاره له؟ انت راجل واخد الدين كدين حقيقي ولا واخده منظر وجلبية ودقن بتمنظر بيهم على الناس عشان تكسب من وراهم حاجة؟ انت بتاخد ايه بالظبط؟ انت شكلك ايه؟ انت بتحب نادي الاهلي فعلا وممكن تعمل حاجات عشانه وتصبر عليه وتفهمه؟ بتحب نادي الزمالك فعلا وتقف جنبه في الازمات وما تشتموش وما تشتمش لعيبته وما تشتمش الناس اللي فيه، ولا بتعمل ايه؟ بتنقلب فجأة فتكتب على الفيسبوك وقت ما الفريق بتاعك يفوز تكتب حاجات حلوة خالص وتقول انا بحبك وانا اهلي اهلي او زمالك زمالك او 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 الاخير، واول ما يخسر تروح كاتب اصلهم لعيبة مش عارف ايه واصلهم في جهاز ايه انت مين؟ ما هو انت لازم تسأل نفسك، انت نفسك انسان مخلص فاهم يعني ايه انسان؟ لما بتشوف حادثة قدامك بتنزل وتقف وتتألم وتحس بيها، ولا انت ما بتحسش بأي حد غير ذاتك؟ وطنك هو وطنك ولا وطنك هو انت؟ هو ده السؤال المهم اللي لازم تسأله لنفسك. التعصب يا جماعة جرينا لحاجات كتيرة جدا، وبدأت الأول بسؤال، ولذلك أنا دلوقتي لما حد يسألني يقول لي أنت ولا أفهم أنه بيدور على حاجة غيري، فأقول له أنا مصري أنا مسلم أنا أهلاوي، دي يا سيدي الحاجات اللي أنت عايز تعرفها عني خدها، لكن مش هتقدر تعرف حاجة عني لأنك أنت أساسا مش مهتم تعرف حاجة. افهم كويس، التعصب بيبدأ بنقطة وبيوصل في الآخر إلى أن أكون في الآخر أنا مش عايز أعرف أي حاجة عن أي حد تاني غير أن أنا سطحيين بس هم المتعصبين، وأي حد بيفكر في التعصب تعرف أنه سطحي ويفضل طول عمره سطحي وعمره ما يتوغل إلى قلب الإنسان وإلا إلى عقله. خليكوا دايما مع الناس الحلوة. السمنة في حد ذاتها هي بقت هاجس. المجتمع المصري فاهم كلمة رجيم غلط. شفت الدول لتنحيف القوام وتشكيل الجسد. التكميم ببساطة بتعمل فرملة لموضوع الجوع. كريم انت كنت 210 كيلو، قصة محزنة. 210 هيبقى فيه ضغط على القلب، بتبدأ السمنة تؤدي لحدوث أمراض. خلاص أنا همشي، لازم أعمل رياضة. ألم في ظهرك يوقفك عند حدك، خلاص ده أخرك ما تكملش. هدف العملية هو هدف الرجيم، هو هدف الرياضة، هو هدف أي حد إنه ينزل، هو تغيير من طبيعة الحياة. مش بعدين المجتمع بإرادتي، بعدين بقى غصب عني بأمراضي. هل حد ساعدك وسندك في قرار العملية؟ ولا حد وقف دارك؟ شكرا وبحبك. وأنا هتحدى الدنيا كلها عشانك. أنا ضد هذا القرار، احكي لي كواليس اتخاذ القرار. هو ايه هدف العملية؟ انا احرم نفسي بس ما احرمش نفسي على المدى البعيد من صحتي. نجاح العملية يبقى احنا غيرنا من طبيعة اكله فيديها نجاح على المدى البعيد. من غير ما نزعل، احنا عندنا مشاكل متأصلة في ثقافتنا لازم نغيرها. القرص ابو 70 والحقنه ام 13، وكان احنا المفروض كدكاتره والناس كلها تعرف الدواء بثمنه مش باسمه. ما بيقدرش ان الموضوع فيه خطوره كبيره جدا عليه انه يطلع يشيل بوتاجاز 8 ادوار لوحده. الأستاذ الدكتور يسري الحميلي، أستاذ واستشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، مدير مستشفى نيوروسباين للجراحات المتخصصة. أهلا. التاريخ مهم بالشك في كل فروع الطب، ولكن هناك فرع من فروع الطب ربما اتهم أو بمعنى أصح لحقت به الكثير مما يتعلق بالتاريخ، واقصد به فرع جراحات المخ والاعصاب. جراحات المخ والاعصاب شهدت تطور رهيب في السنوات الاخيره، واصبحت عمليات كانت توصف في التاريخ السحيق او في الماضي، انا اقصد من عشرات السنين او ربما اقل، اقصد ربما كمان من 15 سنه، كانت توصف هذه العمليات بانها عمليات صعبه وانها عمليات فرص النجاح
التي تحيط بهذه العملية متدنية للغاية. أصبحت الآن نسب النجاح مرتفعة للغاية لنفس العملية. بلا شك التاريخ ظلم جراحات المخ والأعصاب، ولكن الحاضر والمستقبل ربما يكون مسح هذا الظلم بشكل كبير جدا، ونقل جراحات المخ والأعصاب نقلة أقل ما توصف فيها أنها نقلة عملاقة. حوار مثير للغاية مع ضيف عزيز علينا جدا وقيمة علمية كبيرة، أستاذ الأساتذة في هذا المجال وضيف العزيز الأستاذ الدكتور يسري أنور الحميلي. أهلا بك دكتور يسري. أهلا بك. في حوارنا اليوم، لا يعني أنا المقدمة دي بتدور في عقلي كثيرا جدا، ولكن يبقى دائما أن في حوارنا ثلاث اختيارات. صحيح أن في الحلقة الماضية ربما كنا نتحدث في خيارين اثنين دائما، لكن ما زالت ثلاث خيارات موجودة، وسأبدأ معك في الفقرة الأولى. أبيض أسود أم رمادي؟ التاريخ لم ينصف جراحات المخ والأعصاب، وكانت جراحات المخ والأعصاب في التاريخ توصف بصفات معينة بأنها جراحات صعبة جدا ونسب النجاح صعبة جدا، حتى السينما لم تنصف هذه الجراحات. هل ترى انه هذا الوضع او هذه الحقبة التاريخية في التعامل مع جراحة المخ والأعصاب كانت بيضاء ام سوداء ام رمادية؟ الحقيقة لا، كانت فترة في ظاهرها سوداء، انما الحقيقة ان الفترة دي تم اكتشاف الكثير جدا من الاكتشافات اللي فادت الناس فيما بعد. يعني لو احنا بنذكر ان اول حد فكر في انه يعمل انبوبة التخدير عن طريق الانبوبة الحنجرية اللي بيحطها المريض عشان ياخد البنج الكلي، هو جراح مخ واعصاب اسمه كوشنج. الراجل ده يعني كان في الفترة اللي الناس كلها بتبص لجراحات المخ والاعصاب على انها جراحات قاتلة، والراجل ده كان عبقري وطلع لنا حاجات كتير جدا كل الطب استفاد منها. يمكن جاء بعد منه أو معه يزرجيل، وده عالم إيراني مسلم كان اسمه محمود غازي يزرجيل، وعاش في ألمانيا، وابنه لازال يزرجيل برضو من العلماء في ألمانيا، ده برضو من المجددين والمبدعين في مجال جراحات المخ والأعصاب. ودول جم في الفترة اللي كانت كل الناس بتبص الموضوع على أنه أسود، لكن في حقيقة الأمر نحن نرى أنهم دول اللي زرعوا لنا الامل في كل ركن وزاويه في هذا التخصص. يبقى وصفت هذه الحقبه بانها جوز هند، زي جوز الهند بالظبط، من بره اسود ومن جوه. ده حقيقه فعلا. يعني ده وصف فعلا دقيق، انا يعني عجزت ان اجده. لا كوشنج بالمناسبه طالما ذكر وانا موجود لازم ابين حاجه، الدكتور يسري كان عايز يسالني فيها بس يعني انا هجاوب من غير ما يسالني. كوشنج ديزيز از بيتيوتري اوريجين، كوشنج سندروم از ادرينال اوريجين، صح؟ يعني دي مشكله في الغده النخاميه، وده كان مشكله في الغده الكظريه. لكن بدا بعيدا عن العلم الدقيق لهذه الدرجه، السؤال الثاني السؤال يعني خبيث شوي. المريض والاشعه ثنائي يمكن بنشوفه في كل عيادة المخ والأعصاب، المريض الذي يحمل أشعة، المريض يحمل شكوى والأشعة تحمل فايندينج. هل ممكن يتعارضوا؟ وإذا تعارضوا يعني لمن الغلبة؟ هذه المنطقة هل هي بيضاء أم سوداء أم رمادية؟ دي منطقة سوداء. سوداء. عايز أقول اللي يعرفني كويس جدا وخصوصا مرضاي يعرف أن أنا أدقق النظر في الأشعة جيدا، ودايما بقول للمرضى احنا ما بنعالجش أشعة اطلاقا، احنا بنعالج مرضى. انا المهم عندي المريض، انا بعلم تلامذتي كل كلام المريض يؤخذ ولا يترك ولا يهمل، كل اللي بيقوله المريض ده كلام مسلم بيه خلاص، هو دايما ما بيقولش حاجة من فراغ. المريض هو مصدر كل حاجة، ولو الأشعة اللي قدامي مش مقنعة ومش جايبة أو مش مطابقة لحالة المريض، يا إما في خطأ في الأشعة نفسها، في تقنية الأشعة، في قرايتي للأشعة، في تشخيص الأشعة، في التقرير اللي مكتوب مع الأشعة، وبالتالي لابد أن نلقي الضوء على المريض والمرض وليس الأشعة. الفيديوهات بتعرض لنا حاجات جميلة أهي،
ازاي بيحصل تمدد شرياني. وهنا بقى السؤال اللي انت قلته، يا احنا عندنا حاجات بقى غيرت مفهوم الاشعاعات تماما. ايه هي؟ قسطره المخ. قبل قسطره المخ كانت الاشعاعات بتدينا رؤى ناقصه وغير مكتمله لمشاكل التمدد الشرياني. النهارده لما بنستخدم القسطره المخيه، وبالمناسبه دي من الحاجات الجميله اللي موجوده في مستشفى نيوروسباين، واعتز بان احنا من الاماكن القليله في الشرق الاوسط اللي عندها التقنيه دي، القسطره بينت لنا التمدد الشرياني واتاحت لنا كيف نتعامل مع مشكله كبيره جدا جدا بحل بسيط صغير عبقري، ان احنا ندخل قسطره نحط بالونه او نحط دعامه جوه التمدد الشرياني والمريض ما يتفتحش دماغه، ما يخشش الرعايه المركزه، ما يتعرضش لعمليه كبيره. العصب ربما ليس فقط هو الذي يتعرض الى الضغط عليه، هناك من يتعرض الى الضغط عليه ولكن بشكل اخر نسبه الى هذا العصب، وهذا يجرنا الى الفقره الثانيه. جاني متهم ام بريء؟ عادة في المخ والأعصاب يذكر الضغط مرتبط بالعصب، لكن لو فرضنا أن الضغط بشكل آخر، أن المريض ضغط على الطبيب، في أساليب تسكين ألم أو تعامل مع الألم الموجود بحقن موضعي أو شيء من هذا القبيل بعض الناس بتعمله، والمريض ضغط على الطبيب لكي يسلك مجال التسكين وليس العلاج، الطبيب رضخ لرغبة المريض لرفض المريض أنه يعمل عملية، هل هذا الطبيب متهم أم جاني أم بريء؟ الحقيقة لا، هو متهم. متهم طبعا. لا شيء يدعوك إلى أن تفعل إلا الصح والصواب، لأنك أنت في إيديك أمانة، الأمانة دي تقتضي أنك أنت تعمل الحاجة الصح. ودايما بقول المشكلة دي بتيجي منين مع الأطباء؟ الأطباء اللي ما عندوش إمكانات، زي ما بقول برضو وبكرر، اللي فاتح شقة وكاتب عليها مركز، هو عنده إمكانات على قده، عنده حاجات قليلة، ما عندوش التقنيات، لكن لما تيجي تتعامل مع مستشفى أو مستشفى كبيرة زي مستشفى نيوروسباين، عندنا كل الأجهزة والمعدات الحديثة، يبقى أنا عندي كل الاختيارات. في فرق ما بين إن أنا أدخل أشتري حاجة البيت من كشك صغير، وفي فرق ما بين إن أنا أدخل هايبر ماركت كبير جدا عنده كل حاجة. يبقى ده مش هيعرض عليا ويفرض عليا بضاعة ويقول لي لا دي حلوه ويقعد يقنعني بيها، لا ده عنده كل حاجه، عنده ده وده وده بكافه الدرجات والمستويات. الفيديو بيعرض لنا الجراحه الملاحيه، حاجه جميله جدا جدا، اثرت علينا الوقت واثرت على المريض المشاكل، وحدت من مشاكل كثيره جدا في عمليات استئصال اورام المخ، لدرجه ان احنا ساعات بنعمل عمليه استئصال ورم في المخ وهو المريض صاحي وببنج موضعي. ليه؟ لان في تكنولوجي. فانت لما تروح لدكتور ويعرض عليك حاجه، او تروح لدكتور وتعرض عليه انت حاجه وتصر عليها ويوافق، اعرف ان انت ما بتتعاملش مع حد في المنطقه الصحيحه، لان الطبيب اللي عنده ثقه في نفسه وعارف كويس جدا ان بين يديه امانه ربنا يحاسبه عليها، يجب ان يظل على رايه ولا يحيد عن الحق، لان ده حق ويتحاسب عليه. عندما تجرى جراحه بمقاييس جيده لمريض ما، وهذا المريض لا يتبع التعليمات ما بعد الجراحه، فيحدث فشل بشكل او باخر لهذه الجراحه نتيجه عدم اتباع التعليمات، من هنا المتهم ومن الجاني ومن البريء؟ الحقيقه هو المريض متهم في ظاهر الامر، لكن عايز اقول برضو ان في باطن الامر او حقيقه الامر ليس المريض هو المتهم، لان المنوط بيا كجراح كويس، يعني وصلت الى مرتبه الاحتراف في الجراحة، ان انا اتعامل مع المشكلة على قدر احتياج المريض وليس على قدر امكانياتي انا. المفروض ان امكانياتي انا تغطي كل حاجة، بالتالي المريض اللي عندي اللي هو مدرب كورة انا عايز اعمل له عملية استئصال غضروف، لابد ان انا اضع التقنيات والاساليب والوسائل العلمية اللي انا اعمل له العملية بحيث يقدر يلعب كورة تاني. والمثال اهو استئصال ورم من المخ بالمنظار عن طريق الانف. في فرق كبير جدا ما بين اللي بيعمل العمليه دي وما بين واحد بيفتح الجمجمه ويشيل ورم يبقى احنا لما بنتعامل مع سيده عندها ورم في الغده النخاميه وبتدور على الحمل والولاده، عاوز اشيل الورم وانا بحافظ على الغده النخاميه نفسها، عمري ما هعرف اعمل الكلام ده
بالجراحة التقليدية، هعمل الكلام ده بالجراحة بالمنظار لان هبقى شايف يعني ايه ورم، وهبقى شايف يعني ايه غدة نخامية، وبيبقى معايا الجراحة الملاحية بتقول لي فين الغدة النخامية، وبالتالي انا حافظت على كل حاجة. فهنا ما سبتش حاجة للمريض يغلط فيها ويعملها، وهي دي الشطارة والاحتراف. ان انا لما اعمل عملية للمريض في العمود الفقري، المريض ده مفروض يطلع عنده كل حاجة يقدر يعملها وكل حاجة يقدر يمارسها، بس في حاجات صغيرة بنقولها يعني ما تشيلش حاجة اكتر من 20 كيلو، اعتقد ده حاجة لن يخطئ فيها احد. وحتى الطبيعي مش المفروض انه يشيل. بالظبط. هذه الاحكام هذهب الى المنطقة الاكثر اثارة، منطقة الاوهام والحقائق، وما اكثر كما قلت الاوهام في المخ والاعصاب. وشك ام يقين؟ هناك يقين في عقول كثير من الناس، كبروا أم صغروا، بأنه معظم عمليات المخ والأعصاب تحقق مضاعفات أو مشاكل أكثر من ما تحقق شفاء. هل هذا وهم أم يقين أم شك؟ ده وهم طبعا. قمة الوهم. هتقول لي قمة الوهم مع وجود أورام المخ والنزيف والتمدد؟ نعم، هو قمة الوهم، لأن النهاردة التكنولوجيا والعلم خدم كثير جدا. وانا برضه مشكله العظام كثير جدا. تعال نشوف مشكله زي مشكله هشاشه العظام مخيفه، المخيفه المرعبه، لما المريض يتزحلق في الحمام ويحصل له كسر زي ده. زمان ما كانش حد بيعمل له عمليه ويلبس قميص جبس وما يتحركش، ويجي له مضاعفات من النوم في السرير، يجي له قرح فراش وحصوات في الكلى وفشل كلوي ويموت منها، ولا يموتش من الكسر بتاع الفقرات. النهارده شوف بالونه بندخل بابره ببنج موضعي جوه الفقره، نفرد الفقره ونحط اسمنت عظمي شديد الصلابه زي الرخام بالظبط، في 3 دقائق بيبقى بيتحول من ماده سائله الى ماده شديده الصلابه، الفقره بتشربه او بتتشبعه زي الاسفنجه اللي بتحطها في الميه، وبالتالي المريض ده تحول من مريض خلاص مش هيقدر يقوم من السرير والالم عنيف في ظهره، الى مريض بيقوم على طول في نفس اليوم يخرج يروح من المستشفى سايق عربيته. بيسمعني كثير جدا من مرضاي الجمال جدا اللي هم دايما بيبقوا كبار في السن، بحبهم قوي عشان بيدعوا لي كتير، وبيسمعوا ان حياتهم اتغيرت كتير جدا بعد ما اتعمل لهم حقن الفقرات المكسوره بالاسمنت العظمي، وازاي بقوم في وضع تاني مختلف عن ما كان زمان. يقولون انه التقدم جدا في عالم جراحات المخ والاعصاب كالجراحه الملاحيه يعطي الفرصه اساسا لمن لا يمتلك الخبره انه يجري النوعيه دي من الجراحات. هل هذا وهم ام شك ام يقين؟ ده وهم تماما، لان زي ما بقول اللي هيقدر يعمل عمليات المنظار الجراحي وعمليات الجراحه الملاحيه هو ده الجراح اللي اتمرن لما شبع في الجراحات العادية وأتقنها إلى درجة الكمال، الكمال لله وحده، ولكن أتقنها إلى درجة الاحتراف، وبعد كده بدأ يطور ويشوف أحسن، لأن طموحه كان أكبر من الجراحات العادية. مش زي أبدا واحد بيقولك إحنا ما بنستخدمش الجراحة الملاحية غير في 10-20%. أنت بتعرف تستخدم الجراحة الملاحية عشان تتكلم عنها؟ الجراحة الملاحية لا يجدها إلا متخصصينها، وبالتالي حتى لو هي موجودة في مكان محدش يقدر يستخدم الجراحة دي إلا اللي منوط إن هو يستخدمها، وإلا بقى يبقى واحد بيلعب بالنار. نورتنا، ربنا يخليك. وتعلمنا وتعلموا من الآية الكريمة أسلوب التعليم الإلهي الأعظم. قال فأنبئوني بأسماء هؤلاء. نعم. قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم إلى هذا الحوار الإلهي هو حوار علمي، هو مغزى وجودنا في هذا، وحوار علمي من الطراز الأول طبعاً. يعني حوار تعليمي آسف من الطراز الأول، اللي هو بيعلم. التعليم جاي تجربة، أدي تجربة يعني أهو، اللي يتعلم هو اللي يقدر يقول. طبعا نورتنا النهارضة، شكرا. كل شكر تقدير للضيف العزيز، ولكن أرجوكم ابقوا معنا سلام. بمعدل قد ايه بتشوف حد تبقى عارف ان هو عامل تجميل؟ كتير جدا. النهارده عايزك توصف لي تفاصيل هذا الكفاح
المسلح. لا انا طبيب في الاساس، طبيب مهمته يعالج. ناس كمان ثقافتها في الاسنان، لا احنا قدامنا سنين. اي وصفه بعيد عن طبيب الاسنان في الاخر مصيرها تدمير الاسنان. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، تخصص في مجال تجميل الأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك، أحد مطوري حشوات الأسنان التجميلية. أهلا بكم. عصر الدكتور بتاع كله في كل البرانشات في كل الفروع أصبح عصر مندثر في علم الأسنان. الموضوع ده لسه لغاية دلوقتي عند ناس كتير مش فاهماه، عشان كده أهلا بك الأول يا دكتور نور. بس مين هتسألك سؤال فيما يتعلق بهذا الأمر، لأن لغاية وقت قريب كان متصورة إنه كلمة دكتور أسنان دكتور أسنان. بالظبط كده، يعني كلنا فترة طويلة ومن وقت قبل كده قفلنا حاجه اسمها التخصص، فاحنا عايزين نتكلم دلوقتي عن اهميه التخصص في طب الاسنان. تمام. هيك كنت زمان كنا معظم الحاجات اللي بتعمل في طب الاسنان ايه؟ يروح يخلع، يعمل حشوه امالجم، فحتى الحاجات اللي كنا بنعملها كانت قليله. فهنا بقى المتخصص اللي بيتخرج من الكليه هو بيعرف يعمل الحاجات دي، بيخلع، بيعمل الحشو، فهنا ما كناش محتاجين لتخصص. طيب علم طب الاسنان بقى فضل يوسع يوسع، بقى في ماكسيلو فيشل، بقى في تقويم، بقى في علاج عصب بشكل احترافي. يعني كان في زمان كانت الدكاتره بتشتغل علاج العصب، لكن مش زي النهارده. النهارده في اجهزه مش عاديه تخليكي تعملي علاج عصب بطريقه بيرفكت، توصل نسبه نجاحه ل 90%. كان زمان نسبه نجاح علاج عصب لا تتعدى 60%، النهارده وصلنا ل 90%. ما كانش في دكتور علاج لسه، ما كانش في دكتور تجميل. كل التخصصات دي تخصصات مستحدثه نتيجة ان العلم نفسه زاد، فبالتالي اول ما العلم يكبر لازم نبدا نتخصص، لازم يبقى الواحد خلاص متخصص في حاجه واحده، لان ما بقيناش نعمل حاجه واحده، بقينا نعمل حاجات كتير جدا. قصه دكتور اسنان اللي بروح له يعمل لي كل حاجه ده انتهى، الزمن ده ما بقاش موجود خالص. بقى كل حاجه بعملها ليها متخصص بنتدارك في التخصص ده، من متخصص لاستشاري لاستاذ دكتور، حسب كمان كل حاله محتاجه ايه. يعني حاله مثلا هعمل فيها سنترال، هعمل فيها علاج عصب لسنه اماميه سليمه ما فيهاش اي مشكله، مش محتاجه متخصص قوي، يعني مش محتاجه استاذ دكتور. حالات بقى ريتريتمنت، فايل مكسور جوه سنه كيرفيد، يعني حاجه معقده، هنا ابدا احتاج للاستاذ الدكتور الكبير. هنا لازم نبقى مفرقين بقى بين حاجه، ان في الفريق لازم يبقى موجود ده وموجود ده، موجود الاستاذ الدكتور وموجود المتخصص. الاستاذ الدكتور بس انا ما اقدرش اخلي الاستاذ الدكتور بيعمل شغل المتخصص. ليه؟ هيجي وقت من الاوقات هبقى محتاجه، والوقت بتاعه من خلاص ما انا ماليهوله بالشغل العادي. لا، الاستاذ الدكتور بيبقى مستني الشغل الكبير اللي هو هيحتاج العلم ده والكفاءه دي عشان ما يشغلوش بحاجه اقل، ويبقى الدكتور المتخصص او الاستشاري الاقل منه شويه بيعمل الحاجات الابسط منها تحت اشرافه. فانا مهم قوي ان لازم كمان الحاله تبقى عارفه ان مش شرط انا رايح اعمل سنه عاديه يبقى انا لازم ابقى اعملها عند اكبر، لا، يعني في التدارج كمان في الاحتياج. اوكي. بص بقى، العالم كله مش بس في العرب ولا في الاوروبيين، كل العالم، الانسان مخلوق اوبزرفت او اوبزرفتيف، يعني مخلوق ملاحظ طبعا، عنده درجه الملاحظه عاليه طبعا. بتختلف من شخص لشخص، يعني ممكن قوي اخد انطباع عن فلان، اخد انطباع عن الشخص بشكل واضح لعقلي الظاهر الواعي، عقلي الواعي الان يرى انه هذا الشخص نظيف او هذا الشخص غير نظيف، هذا الشخص شيك او هذا الشخص غير شيك، هذا الشخص من الطبقه الجيده الطبقه العليا ولا ده من الطبقه الدنيا او من الطبقه اللي ما بتهتمش بنفسها. وحتى العقل الواعي ده عند بعض الناس ما بيكونش موجود قوي، بس عندهم العقل اللاواعي، هتلاقي هم من غير ما ياخدوا بالهم انطباعهم عن الشخص ده بالطريقه المباشره دي. فلو انا دخلت مثلا بشتري حاجه من محل وفي بياع بيبيع لي الحاجه دي وشكل اسنانه مش حلو، حتى لو انا مش مركز، انا داخل مركز في الحاجه اللي هشتريها،
وداخل مركز ان انا ما اتسرقش في المحل، وداخل مركز ان ما اتخمش، وداخل مركز ان عربيتي حاططها صف تاني فممكن تتكلبش، وعايز اشتري بسرعه مثلا، وده غلط طبعا انا ما بقولش ان ده صح، وداخل عايز اشتري بسرعه وامشي، كل ده في دماغي ومش في دماغي اسنانه، بس اول ما بدا يتكلم عني خد انطباع معين طلعت مش عايز ادخل المحل ده تاني. الكلام ده لانهي درجه؟ واقع. الكلام ده علمي مليون في المية. واقول لك اكتر من كده. احنا هنتكلم عن الـ ربنا خلقنا في عينينا او في دماغنا كمبيوتر، كمبيوتر للايديال. لما تشوف حاجه ايديال هتقول عليها حاجه، لما بتشوف ورده شكلها جميل تقول الله دي جميله. لما بتشوف حاجه شكلها مش حلو قوي بتنفر منها. ده جاي من ايه؟ ده جاي لان في كمبيوتر جوه دماغك محطوط فيه سيت اب، السيت اب ده بيقول ده ايديال ده مش ايديال. حضرتك بتحكم على واحد ان هو مليان لان مفيش تناسق ما بين طوله وعرضه، بتحكم على واحد ان هو نحيف قوي لنفس السبب العكسي. فانت جواك جهاز اول ما بيشوف حد بيترجم بسرعه، الحد ده صحي صحته كويسه، الحد ده عنده اهتمام شخصي، الحد ده منظم، معلومات كتير قوي بتاخدها بس مجرد النظر، وده علمي. وهقول لك على حاجات وعلى اسرار كمان في الـ في الـ في, الـ في القصه دي بالذات تخص الاسنان. هتكتشف ان انت حياتك معظمها فيها جزء كبير قوي مبني على شكل اسنانك وانت مش واخد بالك. فاحنا بن بن بنتكلم هبدا اقول لك دي تاثيرها ايه ودي تاثيرها ايه في ايه في الحياه في الجواز في الشغل في الحياه الاجتماعيه في راحتك النفسيه كل ده في الاعجاب العاطفي. ايه في الاعجاب العاطفي؟ ما هو ده في الجواز. ما قبل الجواز ده انا اقول لك ده علم. لا ده علميا. ناخد الجواز مثلا كمثال. معظم الناس بتعتقد ان الانسان او الانسانه بيختاروا بعض عن طريق المشاعر والحب والشكل الرومانسي ده. لا هو علميا مش ده الصح. هيك النوعين في حاله بحث دائم عن الانسب في الجينات. ايوه صح. ده علميا باختصار. دايما الانثى بتدور على الجينات المكمله الطبيعيه ليها اللي تنجب بيها احسن نسل او احسن شكل. العلم بيقول كده. احنا بنترجمه بقى بنقول ايه؟ اصل انا اتشديت، هي اتشدت، كل الكلام ده. مش معناها انا عامل بحث على فكره، مش معناها ان كل بنات بتتجوز اللي هي عايزاه. ده ملوش دعوه. بتبحث عن اللي هي عايزاه، بتبحث او بتتشد في لحظه ما بتشوف ان ده هي اتشدت له. ايه السبب؟ حاجات السبب كتير. السبب علميا هي انها لقت فيه الجينات اللي تكملها. الجينات دي من ضمنها ايه بقى؟ من ضمنها هي بتبحث عن حد صحي صحته كويسه جدا. من اول الحاجات اللي بتتشاف وبتدي انطباع عن الصحه هي الاسنان. اول ما حضرتك بتتكلمي او بتحكي بنشوف اسنان شكلها ابيض، بنشوف اسنان مرصوصه كويس، بنشوف اسنان ما فيهاش تسوس، بنشوف اسنان ايديال او شكلها متناسق معاك. حضرتك ممكن يكون عندك عينين شكلها حلو وانف شكلها حلو وشفايف شكلها حلو، الاوفر اول على بعض مش حضرتك يعني حد تاني، الاوفر اول على بعض مش حلو. لا التناسق، تناسق مع بعض. حضرتك ممكن يكون عندك اسنان شكلها حلو، لما اخد السنه ابعاد السنه حلوه قوي ولونها حلو، لكن مش بتاعت حضرتك، بتاعت وش تاني خالص. فبالتالي عدم التناسق ده بيدي انطباع على للعين اللي شايفه ان في انوميلي او في شذوذ، فهنا يبدا يحصل نفور. او العكس صحيح، اول ما تشوف حد اسنانه حلوه قوي وبيضه وبيحافظ عليها من جواكي بتحسي ان هو انسان صحته كويسه، ان هو منظم. على فكره الكلام ده ما بيترجمش ده علمي يعني. الكلام ده لا يا ياسمين، الكلام ده مثلا مش اللي هو انا قاعد كده انت ما بتحسبيش الحسابات. لا 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 الحسابات دي مش موجوده، الحسابات دي بتبقى رياكشن في ثانيه. مخك بيترجم الكلام ده. شفت فيلم ذا اجلي تروث؟ شفت لا في فيلم شبهه، فاكر في فيلم اجنبي طلعوا زي واحده سوبر وومن فبتدور على رجل، مخلوقه خاصه كده بتدور على رجل، فلقيت فعلا راجل شكله شيك وبتاع، وهي في الفيلم طالعه انها عندها مش بشريه عاديه، فعايزه تتكاثر عشان تنجب، هي عندها سبيشيس. فشمت ان هو مريض خلاص ترجمت رميته. لا مريض على طول راحت سايباه ومشي رميته. نفس الفكره دي بس هنا هم ترجموها في فيلم خيال علمي. هي نفس الفكره دي، احنا بنتحرك كده، احنا من غير ما انت واعيه جواكي في حاجات بتحركك، فمن ضمنها هو ان انت قريتي ان الانسان ده
صحته كويسه. طيب غير ان هو صحته كويسه معنى هو محافظ على اسنانه، يبقى هو عنده القدره على الحفاظ وعنده القدره على بذل المجهود للحفاظ على ليفل معين. فده يدي انطباع ان انا بس مش هيبقى عندي انجاب سليم منه، لا ده اللي جاي ده كمان هو هيحافظ عليه. دكتور نور عامل لنا اختبار النهارده يا ياسمين، اختبار جبار واختبار للجميع، يعني لازم كلنا نركز لان اللي هيحل الالغاز هيبقى شطور وهنديله جايزه ان شاء الله في يوم من الايام، ان شاء الله في يوم من الايام. يعني ما احنا بنوعد ما بنخلفش. اكتشف ما هو الغريب في الصوره، صح ولا لا؟ شايفه ايه اللي ناقص؟ اللي في الابتسامه. سؤال ليا للدكتور ايمن، ايه اللي في الابتسامه مش مظبوط؟ الراجل عنده سنه مش موجوده. ده اختبار بيقول ايه؟ بيقول ان اول حاجه احنا عندنا هنا ايد فيها 2 4 6 صوابع. انت حضرتك محطوطه ما خدتيش بالك منها غير مع التركيز في الصوره. اول حاجه بصيت عليها، انا بصيت على الاسنان، فلما شفت الاسنان خلاص انا عيني اتخذت، انا مش شايف حاجه تانية، مش شايف ان في ايد شكلها مش طبيعي. يعني معنى كده كائن فضائي، ان ممكن يكون عندي ديفوهات لكن اللي بيبان ايه؟ السنان. هو ده الاختبار. هنا ده عنده ايه؟ برضه ده باصص لسنانه، بيني وبينك يعني واخدني قوي في سنانه لكن انا مش شايف اي حاجه تاني. الليفل بتاع ايديها مش في مكانه السليم، هي عندها ايديها قدام ودي الثانيه محطوطه. برضه ده دليل ان ممكن نبقى قاعدين او يعني او ان يبقى في صوره ما فيها حاجه مش طبيعيه، بس برضه عيني متاخده اكتر بالاسنان. اللي بعده. اللي بعده. طيب ده مش عارف يعني ده ايه؟ يعني ما اجيبش منها. هو ده في فرق في السنتين بين سنه وسنه. هنا حاجه ده ودن، مش يعني مش حاجه في رموشه، دي ودن كامله مش موجوده. لا مش حته من رمش ده ودن. وفي الاخر برضه كنت مركز فين؟ كنت مركز على سنين. ولقوا الاثنين ابتسامه وبتاع وثقه جباره والودن رايحه. بس السنان هي اللي فيها العيب برضه. ده دليل على ايه؟ ده دليل ان من اكتر الحاجات اللي احنا بنركز فيها في وشنا هي الابتسامه. عندك بقى مشاكل تاني لكن الابتسامه هي رقم واحد واكتر حاجه، لان ده سيرفي اتعمل ليه؟ عشان يثبت للناس ان فعلا من اكتر الحاجات اللي العين بتقع عليها هي اسنانك. ادي فامباير. عارف لما ده طبعا اشهر فيلم الفامباير، مش ده توم كروز، ده انترفيو فامباير، ده توم كروز، ده اللي هي الميتنج وذ فامباير او انترفيو وذ فامباير. ده اشهر فيلم لتوم كروز في هنا احنا عايزين نقول ايه بقى؟ شوف على فكره يا ياسمين ما عرفتش ان ده توم كروز رغم ان انا من عشاق توم كروز. تمام. احنا هنا عايزين نقول ايه بقى؟ هو ده اسنانه عاديه خالص، ايه اللي حصل؟ ايه اللي زاد في اسنانه؟ النبين. تمام؟ اول ما النبين دول طولوا ادانا انطباع عنه ايه؟ انه شرير. انه شرير، انه هو اصلا لما جم يرسموا كاركتر بتاع دراكولا كانوا عايزين يقولوا فيه ان هو في شر. طيب يجيبوا الشر منين؟ لا لقينا في حاجه، لا عملوا حاجه في عينيه ولا عملوا حاجه في وشه، عملوا حاجه واحده. طولوا له الانياب بتاعته، حتى في الافلام كلها حطوا الانياب بتاعته طويله، ده الكاركتر هو بيترسم علشان خاطر يثبت ان شكل الاسنان لوحدها تقدر تخليكي تغيري من شكل يعني تدي انطباع سيء عنك. يعني هو ممكن يكون ده مش فامباير، يعني واحد عادي خالص سنانه الانياب بتاعته بالمنظر ده، اول ما هتشوفيه هتحس ان هو مش طبيعي. تعال نشوف الصوره اللي بعديها. الصوره اللي بعديها برضه فيلم برضه سينما. ده مهم قوي. غبي منه رمزي. انت قلتي ده اسمه ايه؟ غبي منه فيه. احنا كبني ادمين اول ما نشوف حد اسنانه بارزه لبره بنبدا نحكم عليه بايه؟ ان هو نيرد. تمام؟ علشان كده هم في الافلام لما عرفوا ان احنا، ما هو الفيلم اللي بيخرج او اللي بيكتب هو في الاخر بني ادم زينا. تمام؟ طب هو عايز يوصف الشخصيه، عايز يقول ان الشخصيه دي غبيه. تمام؟ يبدا يعمل ايه؟ يبدا ياخد من مخزون الشخصي. هو الشكل الغبي في حياتنا بيبقى ايه؟ واحد عنده زي ما بنقول كده ايه؟ بروز في الاسنان فبيبقى بيبقى له نمط. فبالتالي لما جم عملوا فيلم غبي منه فيه، وده يعني في افلام اجنبي كتير متاخده بنفس الشكل، يقوموا عاملين واحد عنده اسنان بارزه، فيديكي احساس ان هو ما عندوش ذكاء، ذكائه محدود. ده دليل ان انت بتحكمي على الناس بايه؟ من سنانها. ده اللي انا عايز اوصل له، ان احنا طول الوقت انت بتحكم على الناس وانت مش واخد بالك من الاسنان، بتحكم على الناس من ابتسامتها.
احنا عندنا في اطفال بيحصل لها حاجه اسمها سايكولوجيكال تروما، لان احنا الطفل ده هو في المدرسه عنده مثلا سنه بارزه، يبدا الولاد الصغيرين انت وحيد القرن، يبدا الولد يتعقد، يبدا الولد اما بيضحك اول بدايات ان هو يحط ايده على بقه عنده في المدرسه وهو صغير. الـ 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 احنا الاطفال علشان خاطر طبيعيين قوي فالجواب بيقولوا ولو انت شكلك عامل زي وحيد القرن، ايه لا ما تضحكش كده انت شكلك وحش. فالطفل طول ما هو صغير وعنده مشاكل في اسنانه بيبدا خلاص يحصل له سايكولوجيكال تروما او عقده نفسيه من شكل اسنانه، وبتلازمه لفترات طويله بعد كده ان هو يفضل يحط ايده على بقه او ما يضحك. في ناس تشوفها نجوم وشكلهم حلو جدا عمره ما هو بيتصور ما يضحك، يبقى يضحك كده ليه؟ هو مكسوف، اول ما بيجي يضحك خلاص الشكل الجميل اللي كان هو محافظ عليه او اللي انت شايفاه اول ما بيضحك بيخلص بينتهي بيتشوه. فدايما يقول لك لا انا ما انا كل الصور بتاعتي معظم الناس اللي بتيجي تعمل تجميل دايما يقولوا انا نفسي اتصور وانا بضحك، نفسي اتصور وانا اسناني باينه، انا ما بتصورش كل صوري وانا قافله بقي. وعامه لما بتقفلي بقك وانت بتتصوري يبقى شكلك مش حلو. اها في برضه مسلسل اسمه هبه رجل الغراب، دي مسلسل ده مسلسل ده برضو حلو قوي. هو ده الاجل بيوتيفول اجل بيوتيفول بتاع اجل بيوتيفول النسخه العربيه، لما جابوا ايمي سمير غانم تمثل ايمي جميله، بس شوف لعبوا في اسنانها عشان خاطر والنضاره وتسريحه الشعر بتاعت الناس المذاكره قوي عارفه. بس كل ده كل ده السنان لو معموله باسنان حلوه هتتحول الصوره لانسانه حلوه. يعني كل الكاركتر ده على بعض، غير الاسنان، اعمل فوتوشوب فيه وحط اسنان شكلها حلو، او حط ايمي زي ما هي كده باسنانها العاديه هتلاقي ان شكلها حلو. حتى بالنضاره حتى بالشعر حتى بالنضاره حتى بالشعر حتى بالحسنه هتلاقي الكاركتر شكله حلو جدا. بس اللي هو ايه مثلا استاذه في الجامعه معيده شكلها حلو مش شكلها وحش. مجرد ان انت تعمل كبرت الاسنان وعملت لها بوست الكاركتر اتغير. ايمي سمير غانم في الفيلم ده في المسلسل في المسلسل عملت الكاركتر بتاع الناس الحلوه اللي احنا بنقوله. يعني ليه؟ على فكره ثلاث حاجات يا جماعه اللي احنا بنتكلم فيه، انه كتير من الناس بتفقد احساسها بالجمال عندما يكون وزنها زياده، سنانها مش حلوه، لابسه نظاره. تمام. دول الثلاث برنسات الرئيسيين في البرنامج اللي هو الوزن والتجميل ثم الاسنان والنظر الليزك والعيون. تمام. تعال نشوف بقى قبل وبعد ايه اللي حصل، لان انا برضو ما زلت وهتناقش معاك بعد الهوا في النجمة التي تصر حتى الآن إن أسنانها كويسة مش أسنان وهي أسنانها أعتقد إنها محتاجة وهتتغير شكلها جدا بعد سنة. ده إكستريم، ده عندنا يعني تآكل في الأسنان رهيب، حشوات قديمة موجودة طبعا تقريبا خلاص قربت إنها توصل للعصب. هنا تم تنظيف الأسنان بشكل معين وتحضيرها، وده مهم جدا ان 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 زي ما بقول لحضرتك الشكل ممكن اكتر من دكتور يوصل لشكل واحد، لكن انت حضرت السنه ازاي؟ ازاي ما عملتش اوفر ريدكشن او تحضير زائد؟ ازاي بتحافظ على النسيج بتاع السنه؟ هنا برضو عندنا الـ الاسنان شكلها مش مظبوط. كل الحالات دي انا عايز اقول لك ان الحالات دي معموله بدون تحضير، يعني الحاله دي احنا تقريبا مش محضرين خالص. بس كم تخصص دخل فيها عندك؟ لا الحاجات دي اول حاجه لسه طبعا لازم استاذ دكتور لسه بيخش، علشان انا ما فيش كيس بعمل فيها تجميل من غير استاذ تجميل لسه، ما فيش ما بيحصلش، لازم استاذ دكتور تجميل لسه، عشان بنعمل حاجه اسمها نحت تجميلي، وده من الحاجات النادره التخصصات النادره قوي، بنعمل حاجه اسمها نحت تجميلي للسه، لان اللسه لازم تاخد شكل معين، لان دي بالنسبه لي برواز الابتسامه، لازم برواز الابتسامه هيبقى جميل علشان خاطر الاسنان تبقى مرصوصه شكلها حلو، ما يبقاش عامل بقى اسنان شكلها حلو ولسه طالعه ولسه نازله ولسه شكلها احمر ولسه شكلها اسود. كل ده لا، اي كيس بشتغل فيها تجميل لازم الاول بحضرها بدكتور علاج لسه. بص انا طبعا دي كل دي حالات احنا عاملينها زي ما بقولك بمينيمم، يعني بتحضير اقل ما يمكن من التحضير. دي اتعمل فيها ايه؟ دي فينير، دي كلها فينير. فينير الكيس دي فينير، دي تقريبا احنا يعني ما لمسناش الاسنان. في حالات بقى بنضطر، يعني مش كل الاسنان مش كل الحالات بنعمل فيها كده، في حالات بنضطر زي ما قلنا نعمل فيها كراون، يعني انحت في الاسنان. واحنا برضو دي نقطه مهمه، لما بننحت في الاسنان احنا بننحت من ملي لملي ونص، وبيتنحت بجهاز معين يعني بستون معين هو اللي بيبقى قايس بالظبط
عشان ما نشيلش زياده، وبنعوض الاسنان بماتيريال احنا الاي ماكس كاد اللي احنا بنستخدمه، وده من اعلى الماتيريال على الكره الارضيه مش في مصر. الاي ماكس كاد شركه ايفوكلار دي شركه واحده في العالم اللي بتعمله، وهو اللي موجود في امريكا. حضرتك لو سافرت نيويورك دلوقتي اكبر كلينيك فيها، او لندن اكبر كلينيك فيها، او المانيا اكبر كلينيك فيها، بتستعمل الاي ماكس كاد لان مفيش اعلى منه على الكره الارضيه. بيوفر لي حاجتين مهمين جدا، بيوفر لي الاوبتيكال بروبرتيز او الخصائص الضوئيه للسنه اللي ربنا خلقها. حضرتك لما تحط الاي ماكس جنب السنه شايفه سنه، وفي نفس الاسترينث بتاع الانامل اللي هو السطح الخارجي للسنه اللي هو اقوى حاجه. تالت حاجه بقى كمان، ودي اضافه، ان هو عمره ما بيتلون. حضرتك لو حطيت عملت مثلا تجميل للاسنان وعملت 10 اسنان بلون ابيض، هتتقابل بعد 20 سنه بنفس اللون ده، لان هم مش ممكن يتلونوا. وده الفرق ما بين التبييض الدائم، عشان في حالات كتير بتقول لي دكتور انا عايز ابيض سناني بالليزر. تبييض دائم مفيش حاجه حضرتك اسمها بالليزر او بالزوم اسمه تبييض دائم. التبييض اللي بتعمل بالليزر او بالزوم ده تبييض بيقعد افريج 6 شهور لسنه، بناء على حاله اسنانك وعلى الاتيتيود او مدى عنايتك بيها. تبييض دائم يعني قشره تجميليه على الاسنان او تركيبات على الاسنان، هو ده التبييض الدائم لانها ما بتتلونش. شكرا ليك، نورتنا النهارده، سعدنا بهذه الرؤيه الخاصه. هدفنا هدف الدكتور نور، اللي اكيد طبعا يعني على فكره برضو لا اخفي سر ان الدكتور نور من الناس اللي عاشت معانا البرنامج قوي قوي قوي، وبنت كل حته فيه، ده حتى السور ده السور اللي ورا ده يعني فعاش. فده هو فاهم الناس لازم، يعني ايه الناس الحلوه؟ يعني الناس اللي مؤمنه بان الجمال ده شيء رائع، نبحث عنه، نحافظ عليه، ده شيء مهم جدا جدا. مش النجوم السينما بس اللي لازم يكونوا حلوين، احنا كمان لازم نكون حلوين، الشعب كله لازم يكون حلو، ونعلم بعض الجمال، نعلم بعض الجمال لفترة طويلة فين جدا، علمنا بعض القبح، حان الوقت نعلم بعض الجمال. يا ريت. ميرسي دكتور نور، نورتنا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. ميرسي دكتور. إلى اللقاء يا سيدي. إلى اللقاء. إلى اللقاء. خليكوا دايما مع الناس الحلوة. السمنة في حد ذاتها هي بقت هاجس. المجتمع المصري فاهم كلمة رجيم غلط. شفت الدول لتنحيف القوام وتشكيل الجسد. التكميم ببساطة بتعمل فرملة لموضوع الجوع. كريم انت كنت بتلوى 10 كيلو، قصة محزنة. بتلوى 10 هيبقى فيه ضغط على القلب، بتبدا السمنه تؤدي لحدوث امراض. خلاص انا همشي، لازم اعمل رياضه، الم في ظهرك يوقفك عند حدك، خلاص لا ما تكملش. هدف العمليه هو هدف الرجيم، هو هدف الرياضه، هو هدف اي حد انه ينزل، هو تغيير من طبيعه الحياه. مش بعدين المجتمع بارادتي، بعدين بقى غصب عني بامراضي. هل حد ساعدك وسندك في قرار العمليه؟ حد يقول ايه ده؟ حد شكرا وبحبك، وانا هتحدى الدنيا كلها عشانك. انا ضد هذا القرار، احكي لي كواليس اتخاذ القرار. هو ايه هدف العمليه؟ انا احرم نفسي، بس ما احرمش نفسي على المدى البعيد من صحتي. نجاح العمليه يبقى احنا غيرنا من طبيعه اكله، فيديها نجاح على المدى البعيد.